هنا الشباب كما المشاعر في العلا. بداية أدعو الأستاذ عامر عبد الباقي لتكريم المجموعة الأولى من هذه الأسماء: الحافظ محمد زاهد عمر هاشم، خلاد محمود شاكر، محمد الفاتح عمر هاشم، حذيفة خميس حسن، عبد الله علي عبد الله، عبد العزيز قصي خاف، عبد الرحمن أركان حميد، عبد الله عمر هاشم. هنيئا لكم آل عمر هاشم، ثلاثة قناديل من عائلة واحدة. صالح فريح شحال، عمر خميس جاسم، محمد الأمين مجيد، عمرو غسان عمل، أسيد سلطان حميد، علي محمد هاشم، عبد الرحمن محمد حسين، عبد الرؤوف هيثم عبد الرؤوف، عمار ياسر حميد. الحقد أعمى وعين الحب مبصرة، تعمى القلوب وما صاب العيون عمى. هنيئا لأهالي هذه الزهور، زهور تحمل المصاحف في قلوبها، زهور تنير المدن بتلاوتها وحفظها للقرآن الكريم. إن جدران الأندلس ما كانت لتسقط إلا بعد أن غادر أهلها حفظ القرآن الكريم، فهم اليوم أعمدة لثبات هذه المدن. في بعض الدول يوضع حافظ القرآن موضع الخريج الجامعي مادياً ومعنوياً، لذلك لما يحمله من نور في قلبه، ولكونه حريص على أن يلتزم بأعظم كتاب على الأرض بل في السماوات جميعا. ها هي اليوم الفلوجة تفرح بأبنائها وبناتها من حفظة القرآن الكريم الذين اختارهم واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فها هم إخوتنا في مجلس وجهاء وأبناء مدينة الفلوجة المستقل الذين بادروا بهذه المبادرة الطيبة بالتعاون مع إدارات المراكز الإقرائية في مدينة الفلوجة بجرد أسماء الحفظة من الحافظين والحافظات الذين قضوا أوقاتهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى حتى أكملوا حفظ القرآن كاملا بمختلف الأعمار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وهذه إن شاء الله مبادرة أولى، وستكون هناك احتفاليات أخرى بتخرج كوكبة أخرى، حيث عندنا في المراكز الإقرائية شباب وشابات هم الآن في طور حفظ القرآن الكريم، فإن شاء الله في العام القادم سترون أعدادا أخرى كبيرة بإذن الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بفضل الله عز وجل كانت استجابات رائعة من أهالي الفلوجة لهذه المبادرة الطيبة، وكما رأيتم الناس فرحة بهؤلاء الحاملين لكتاب الله عز وجل، العيون تدمع والقلوب تفرح بهذه المبادرات الطيبة ممن هم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
كرم مجلس وجهاء وابناء الفلوجة المستقل في الاحتفالية الأولى له لتكريم الحفظة والحافظات اليوم في جامع خلفاء الراشدين 175 حافظ وحافظة، 110 من الحافظات و65 من الحافظين. أصغر الحافظين سنا كان عمره 8 سنوات، وأكبر الحافظين كان عمره 88 سنة، وأكبر الحافظات عمرها 65 سنة، وأصغر الحافظات عمرها 11 سنة. وسيكون هناك تقليد سنوي بتكريم الحافظين. تم التبرع مبدئيا بثماني عمرات للحفظة، ولكن بعد بدء الاحتفال توارد عن العمرات، وهناك قرعة لأكثر من 16 عمرة بين الحافظين والحافظات، إضافة إلى 4 عمرات للمعلمين والمعلمات. وبصراحة هذا الاحتفال المهيب لاقى استحسان أبناء المدينة باعتبار هو الحفل الأول على مستوى محافظة الأنبار، وإن شاء الله سيكون هناك تقليد سنوي في الاحتفاء بالحفظ والحافظات في كل عام إن شاء الله. اليوم قام مجلس وجهاء وأبناء مدينة الفلوجة المستقل بتكريم حفظة القرآن 175 حافظ وحافظة من أبناء مدينة الفلوجة وضواحيها، وهذه هي تعتبر الخطوة الأولى على مستوى الأنبار بتكريم هكذا عدد من الحفظة، وهي مبادرة طيبة قامت بها مجموعة من الأشخاص قاموا منذ فترة طويلة في العمل ومن أجل تحضير هذه الاحتفالية الكبيرة. شارك بها عدد كبير من أبناء المدينة وكذلك مدراء الدوائر في مدينة الفلوجة، وهي خطوة مباركة. وندعو الحكومة المركزية بالالتفات إلى مراكز حفظ القرآن لأنها ينقصها الدعم وكذلك ينقصها التكريم والتحفيز من أجل أن تقوم هذه المراكز بعملها، وهي مراكز مهمة جدا، وخاصة نحن أمام خطر يداهم الشباب وخطر يداهم هذه الفئة المتعبة. نسأل الله أن يوفقكم، نسأل الله التوفيق لكافة الذين قاموا بهذا العمل الرائع. تم اختتام الحفل التكريمي لتوزيع الدروع إلى حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى من النساء والرجال، ما يقارب 175 حافظ وحافظة مقسمة على 5 مراكز: مركز سعيد حوران، ومركز الفجر، ومركز الفرقان، ومركز استاد خلدون. وهذه الفكرة أتت من تحفيز شبابنا وبناتنا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويوم بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أن كان العدد يعني 10 و20 حافظ وحافظة الآن أصبح 175 حافظ وحافظة. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بعد اليوم تم تخريج 175 حافظ وحافظة لكتاب الله تعالى من قبل مجلس ووجهاء الفلوجة، كما ندعو شبابنا إلى حفظ كتاب الله عز وجل، وتبقى أم المساجد عامرة بشبابها في حفظ وإتقان القرآن الكريم، وإن شاء الله نكون فخر لعراقنا وفلوجتنا بإذن الله تعالى. وأختتم قولي بالشكر إلى الحضور وإلى قناتكم الكريمة. ومروى مصطفى ورحمة أسامة حسن وذكرى حلبان كوبنا إلى حفظ القرآن الكريم مشهور. طبعا التحضيرات لمجلس وجهاء وابناء الفلوجة المستقل منذ أشهر، لما أقمنا احتفال لمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وقدمنا الهدايا لبعض الحفظة، فأصبحت الفكرة كاملة بأنه سنجمع جميع الحفظة من النساء والرجال ونقوم لهم باحتفال. ولله الحمد هذه التحضيرات تقريبا ما يقارب شهرين وإحنا نجهزها ولله الحمد، ومثل ما شفتوا صار كرنفال
جميل، وقمنا بهذا الاحتفال بتزويج أحد الحفظة، وصار عمره أكثر من 20 مؤتمر، يمكن شفتوها اللي صار سحبات وهدايا ودروع، والحمد لله نسأل الله تكون خالصة لوجهه الكريم. وكل عام إن شاء الله سنقوم بهذا الحفل من مجلس وجهاء الفلوجة، ونسأل الله أن يحفظ شبابنا وتكون لهم قدوة، هؤلاء هم الشباب والبنات، وأن يتركوا الفيس والبوبجي وغيرها، ما أعرف هاي اللعبات، لو كل واحد يعلم من أهله فجزء جزء جزء آية آية نصل إلى الغاية. زين، يعني اليوم أنت إذا آية آية تحفظ لك، لو باليوم واحد من أولادك يحفظ له آية أو سورة، هو تشوفه خصوصا من هو طفل راح تشوفه 20-30 سنة هو حافظ القرآن، ها إذا على آية آية باليوم. ونسأل الله إن شاء الله يحفظ عوائلنا الكريمة. من جهاد الليل تسبيحا إلى الإشراق، ومن النظرة للقارئ نحو الأهام والإشراق، والله ما تحسن من دواعي سرورنا أن يقيم هذا الكرنفال الكبير لحفظة القرآن الكريم من أبناء مدينتنا، مدينة الفلوجة الصابرة الصامدة للدوام. هذا الكرنفال كان تمثيل وجهد كبير لمجلس وأعيان الفلوجة في الاحتفال بحفظ القرآن الكريم الذي تجاوز عددهم ما يقارب 175 بين حافظ وحافظة من أخواتنا صغار وكبار. استبشرنا بهذا خير، وكان شيء جميل لا يصف من الفرحة والبهجة، وأدخلنا البهجة والسرور عليهم. نسأل الله وتعالى لهم التوفيق والصلاه دائما إن شاء الله. شاركت بعدة مسابقات لحفظة القرآن الكريم، وكان حفظ القرآن أول شيء بالبيت، وبعدين مركز سعيد حوران لإقراء وتحفيظ القرآن الكريم. وهاي المسابقات كانت الدافع التحفيز أنه، لأن قول رب العالمين يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس الشريف هو اللي حثنا على المراجعة والقراءة والتعب، فمن نشوف هيك مكافآت وهيك مسابقات نقول إنه هذا تعبنا ما راح بلاش. نطالب الحكومة إنه بكثرة المراكز، الخدمات قليلة بالنسبة للطلبة كأماكن للقراءة ككتب كشيوخ كشهادات، كلها نطالب بها الحكومة نشوفها قليلة. اليوم الفلوجة تكرم حفاظ القرآن وحافظات القرآن الكريم، وهذه المدينة كما عهدها الجميع أنها مدينة تحب العلم والعلماء وتحب أهل القرآن وتكرمهم. ومجلس وجهاء وأبناء الفلوجة قاموا مشكورين بهذه المبادرة الطيبة لتكريم حفاظ القرآن الكريم. تم التواصل طبعا مع دائرة الوقف السني في مدينة الفلوجة والمراكز القرآنية الإقرائية العاملة في هذا المجال، مع طبعا تنسيق الجهود والعمل لأجل تكريم هؤلاء الحفاظ. تم تكريم في حدود 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم من خلال دروع تقديرية وعمرة إلى بيت الله الحرام للبعض من الفائزين من خلال إجراء قرعة على هؤلاء الحفاظ والحافظات. وطبعا هذا يمثل بالنسبة لنا في مدينة الفلوجة أمر طبيعي ومعتاد في المدينة أنه يكرم هؤلاء الحفاظ للقرآن الكريم من خلال هذه المراكز. خطة العمل هي قائمة على استقطاب الطلاب والطالبات
الشباب والشابات لتوجيههم إلى حفظ القرآن الكريم، وطبعا يرافق ذلك برامج ومناهج للتخلق بأخلاق القرآن، التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح. بغية تخريج هؤلاء الحفاظ والحافظات لكي يكونوا طاقات وكوادر تدريسية في المساجد وفي المراكز الإقرائية، وكذلك للإمامة والأذان في إقامة الشعائر في المساجد وإمامة التراويح كذلك. وهذه طبعا هي الخطوة، هي من مخرجات ومن ثمار العمل في مراكز القرآن الكريم. وهناك أيضا بعضهم من يتخصص ويتوجه للدراسة الأكاديمية في الجامعات والكليات العلوم الشرعية لكي يكونوا بنات ومدرسين في مدارس التربية أيضا لمادة التربية الإسلامية واللغة العربية ونشر علوم القرآن في الفلوجة. الحمد لله الذي اليوم إدارة جامع الخلفاء هنا احتفال، في احتفال جميل كان واستقبال جميل. نتمنى أن تكون هناك دروس أيضا للجميع، لأن الآن نواجه مشكلة المخدرات والجيجاير والنرجيلة وغيرها من الأمور، فنحتاج إلى شبابنا أن يكونوا ملتزمين أخلاقيا ودينيا للحفاظ على منهجنا، والذي يجمعنا هو الجامع، فالجامع هو يجمع المسلمين جميعا. ونناشد الحكومة وكل من معهم أن يفتحوا لنا مراكز لحفظ القرآن ولتعليم الفقه الصحيح المعتدل لشبابنا، حتى لا نحتل عن الفكر ويصير خلل، ونتحد جميعا معا نتكاتف يد بيد لنبني هذا الوطن مع جيل القرآن. أحييكم أخواني الكرام وأرحب بكم في هذا المكان الكريم في أحد مساجد مدينة الفلوجة، حيث أقام رئيس مجلس وجهاء مدينة الفلوجة حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، والحمد لله تم على أكمل وجه والحمد لله رب العالمين. وتبرعوا كذلك المحسنين برحلات عمرة، وكذلك تبرأ أحد المحسنين بنفقة زواجي والحمد لله رب العالمين، وأدعو الله له بأن يضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا كل خير. واتلوا الكتاب مرتلا ترجيلا فيما سبيلا هم جيلا لا تعذلوني إن وقفت وراءهم لأرنم التكبيرا. في زمن كثرت فيه الفتن ويبحث الجميع عن تربية الأبناء ويخشى الجميع على أبنائهم ويتحجج الجميع بصعوبة التربية، فالتربية مضمونة والحفظ مضمون إكراما لحفظ الله تعالى لكتابه. قال تعالى: أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون. فمن كان يبتغي أن يحفظ أولاده وأن يربي أولاده تربية صحيحة سليمة فليعلمه القرآن، وسيتكفل الله تعالى بحفظه إكراما لكتابه الكريم. ومن هذا المنبر أدعو جميع الأهالي إلى أرسال أبنائهم وأن يكونوا حريصين على ذلك، على أرسال أبنائهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم كما يحرصوا على تعليمهم التعليم الحكومي النظامي في المدارس. فلا يقل القرآن شأنا والقرآن أعلى شأنا من المدارس. لا ندعو لترك المدارس، ولكن أيضا مع المدارس نربي أولادنا على تعليم القرآن. المعاني الأعمى المروءة والتوطؤة فإن عمل علمه ليس يضيع، فلله توكل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إنه ليوم سعيد ونفخر به أن تظهر سلة وكوكبة من شباب الفلوجة الصاعد الواعد، ونشكر العوائل كل الشكر والممتنين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورهم ونفتح عليهم وأن يعوضهم خيرا وأن يتمم عليهم بهذا النتاج العالي. ونشكر المجلس مجلس وجهاء وأعيان الفلوجة على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله أن تكون الجهات الأخرى الدوائر الأخرى أو الجهات الأخرى أن تحذو حذوهم لتكملة ما بدأوا به، ونسأل الله أن يتكرر هذا الموضوع مرات ومرات، ومن الله التوفيق، والحمد لله من قبل ومن بعد. أهنئ الحافظين والحافظات على هذه النعمة المباركة، وأتمنى من كل بناتنا وأولادنا وأخواننا وأخواتنا أن يحفظون القرآن الكريم. وأنا والحمد لله صار لي يعني زمن طويل وأني أحفظ، بس مع الأسف يعني نظري يعني ما كملت يعني يعني كم جزء إن شاء الله، ويعني تقريبا يعني الحمد لله والشكر. وأنا والله حيل فرحان، يعني أفرح أيه اللي يريد يعني يحفظ أفرح له، يعني مو شرط إلا أني، وأحث بناتنا وولدنا على هذا الشيء والله المبارك يعني، والحمد لله والشكر. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإحنا الحمد لله والشكر يعني هذا الشيء يعني يسعدنا، ونشكركم على هذا اللقاء الجميل، وبارك الله بكم. ومروى مصطفى ورحمة أسامة حسن وذكرى طبعا. بدأت مسيرتي في عام 2019، بدأت حفظي من الجزء الأخير من القرآن الكريم، حفظت 5 أجزاء ولله الحمد. بعد انتقالي إلى دراسة الشريعة انتقلت إلى مركز سعيد حوران، وبدأوا بتشجيعي الشيخ عبد الله الراوي والأستاذة أم إيلاف حفظها الله ووفقها، وكانت معي في كل لحظة هي وأيضا والدي حفظهم الله وأمدهم الله بالصحة والعافية. والله لم أجد لذة ولم أجد راحة ولم أجد سكينة إلا بعد حفظي لكتاب الله العزيز، وأنا كنت أستمر ومع أيام الدراسة والضغوطات التي واجهتها، لكن بفضل الله وفتحه علي الحمد لله أنه من علي بهذا الكرم وهذا الشرف وهذا النيل العظيم أن أحفظ القرآن الكريم وأختمه في شهر رمضان المبارك في ليلة 26 في رمضان، ولله الحمد. وأنا الآن أراجع وأثبت ولله الحمد، وأنصح كل فرد في المجتمع يحفظ القرآن الكريم ويعمل به ويتدبره، فوالله لم أجد لذة وحلاوة إلا بعد حفظي لكتاب الله العزيز، وإنه شرف عظيم، وإنه وسبحانه ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا الآية القرآنية الأخرى تقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العظيم أن يجمعنا تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والسلام. الحمد لله القائل: ولقد
بعد يسرنا القرآن الذكر في علم المدكر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الحشر والدين. ثم أما بعد، في بادئ ذي بدء أشكر مجلس وجهاء الفلوجة على هذه المبادرة الطيبة التي قاموا بها بتكريم حفظة القرآن الكريم، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى حبهم وتعظيمهم لكتاب الله تعالى. أيها السادة الأكارم، إن الحافظ محمد الفاتح ابن عمر بن هاشم العاني حفظت القرآن وعمري 8 سنوات وبضعة أشهر في مركز صحابي جليل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنا من مواليد 2012، حيث بدأت أولا بتعلم القراءة وعمري 3 سنوات وذلك سنة 2015 في مدينة كركوك أثناء فترة التهجير على يد والدي، فأتممتها في سنة واحدة. ثم شرعت في حفظ القرآن على يد والدي أيضا ذلك وعمري 4 سنوات وذلك سنة 2016. وعندما دخلت الصف الأول الابتدائي كنت أحفظ ما يقارب 13 جزءا، إلا أن أتممت حفظ القرآن كاملا في العطلة الصيفية قبل أن أدخل الصف الثالث الابتدائي، وذلك في شهر العاشر سنة 2020. من هذه الهدية مقدمة من مجلس وجهاء وأبناء مدينة الفلوجة، يضاف لها أيضا هدية من إدارة جامع الحضرة المحمدية. أدعو مدير مركز الذكر الحكيم لإقراء وتحفيظ القرآن الكريم. شيخ خلدون جزاك الله خيرا، ومن معك من بقية المراكز كلا باسمه ومقامه. أدعو أستاذ قائم مقام مدينة الفلوجة الأستاذ الفاضل جمعة المحمدي فليتفضل مشكورا. مركز الذكر الحكيم لإقراء وتحفيظ القرآن الكريم. أدعو مدير مركز الفرقان لإقراء وتحفيظ القرآن الكريم شيخ عبد المنعم، جزاكم الله خيرا. الحضرة واحد. كذلك من إدارة جامع الحضرة سلمتي وغنمتي للدكتور أيمان النزال، جعله الله في موازين حسناتك. رحم الله ذلك الوالد الذي كان يحب دينه ويحب القيم ويحب هذه المدينة الغراء. تم اللقاء وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى النبي محمد صلواته من حرمين طور معود شهد الله وجهكم وبارك عليكم وصلى ينور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي أحفظه.